دابا هاي بعد 90 عام واش انا دايم على الخرص وفي الوسط علاش السيد شنو ديال البو شنو ديال البو هذا يضحكوا علينا الله لا ما كاين لي شنو ربع ايام وبلا راه ديالي في عرفات المره ديالي دابا باقي الناس اخرين تافهين باقي الناس اخرين تافهين اليوم شحال من يوم باش جيتوا هنا للمزدلفة؟ باش جيتوا من مزدلفة للمنال؟ اليوم 3 ايام وباقي الناس تالفين، ما كاين حتى حد اللي مسوق لهم. اليوم 3 ايام، أو ما كاين حتى واحد، هو هذا السيد راه يومين هو بعرفة. هاد هذا المعذب، شحال ديال الكراسة هذا السيد راه ما دوش وقع لما مناسك الحاج المسكين، يومين تيقول لك يومين ما قولي على هذاك اللي رمى 21 لا هذاك رمى خطرة واحدة سيبها خطرة واحدة قال لك شنو دار 21 حجره رماها في الهام ولها نعم الحاج علاش رميتي انت 21 ما عرفتش يلا وكاينين الناس مؤطرين كاينين الناس ديال مؤطرين كاينين مؤطرين كاينين موروك حتى حاجه وين كاين مؤطرين كاينين ماشي لا والو بلا رايا لا يديك الرايا بغيت الرايا مغربيه الرايا مغربيه غادي من صحابهم اسمح لي اسمح لك كلشي غادي من صحابهم المغرب غادي يتبع الرايا مغربيه ما عطاوهاش لينا الرايا مغربيه ما عطاوهاش لينا علاش الرايا مغربيه طلبت واحد خيره قطعت لي واحد طيب الرايا مغربيه على فكره على فكره ملي شافونا ديال الفيديو عاد جا واحد من بعد وصلوهم عاد جا عاد جا واحد هذه دابا راه قريب 12 ديال النهار الفطور ما ضايقينو ترجعوا سيدنا ديال البارح ما كترجعوش ما عندناش مسؤولين واليوم فطور ثاني ما كاينش والناس دابا ملي جينا بدينا كنصوروا عاد بان هذاك عاد بان هذا المؤطر اللي هو بان الناس اللي كترمي 21 حجره ولا يعقل فينا وهاد البعثة اللي كتقول لك راني غادي نعطي راني غنوصل لها عطرنا ولا غيديرنا كل 70 واحد مع واحد فينا فينا هي راه عاد جاب داك يشوف دابا عاد حتى شفنا كنصوروا راه كاين الناس اللي هما عندنا الكراس كندفعوا بهم تندوم الحرام وندوم كذا كذا جينا على رجلينا هربوا عليهم من 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 من, من عرفات هربوا عليهم جو حطوهم في المزدلفة هربوا عليهم هلا ولا عباد الله باقيين في الكار من المغرب المغرب حتى ل 10 ديال النهار وحدنا في 4 كيلومتر كريم بن بيريا لا من مزدلفه لا كريم بن بيريا لو كاين الكيران الحاج علاش غتكذبوا؟ ما بغاوش يهزوكم ما بغاوش يهزوكم ما هزونا ما والو جينا لبيريا ما نهضوش هما واش كيران تمشيو بالكيران ما كاينينش ولاو وين نمشي؟ جوج ما نهضوش نعم الحاج ما نهضوش هاد الجوج هادو كاع ما مشاوش كاع ما مشاوش ما قدروش يمشيو مسافه ما قدروش يمشيو راه المره حنا خليناها من ذاك النهار نعم الحاج مشيتو درتو المناسك ديالكم انا هاد السيد هاد السيد ما نعرفش كاع علاش ما مشيتيش درتي المناسك ما عارفش اللي مشيت شكون غيدي سيدي وما عارف مشات وما جاو عندكم حتى واحد ما سول فيكم حتى حد لا والو حتى واحد ما شنا حتى واحد ما شنا حتى واحد المؤخرين ما شناش ما كاينش اللي ورانا ولا والو دخول حتى شي حاجه ما شناها كاين اللي ما عارف الحاج اديتي المناسك ديالك نعم ما جا عندك حتى حد جا عندك الطبيب سول فيك جا عندك شي مؤطير ولا شي حد شتي شي مسؤول شتي الرايه المغربيه لا والله خليك اسي الحاج حنا البعثه السعوديه البعثه السعوديه بالسلطه ديالها بداك جزاها الله بخير هي اللي بعثتنا في كيران في كل شيء المطوف لا وجود ليه البعثه اللي هي جات نعم الحاج لا وجود ليه هدر مزيان هدر مزيان العقطيوية اه ما شفناهاش ما عرفت حتى شنو مشات شكون هادي مرتك العقطيوية من قبيلة مرات وضرات عليكم ما لقيتوش اللي يشوف لكم تعرف ان المطوف السعودي راه هو قال لي غتخلص ظعيرة قالها لي انا قال لي غيخلص ظعيرة حنا منين بدينا منين سالينا اللهم هذا منكر بدينا بهذا الاخ وغنساليو به شي مكلف تقول لنا اخويا تنقول لك هادشي بزاف ما كنتش كنتظر هادشي غيوقع نعم الحاج كاين الحد ديالو فات النوفيا العشاء لا فطور والغدا ديال البارح تغديتو اش كنا اش كنا حنا ولكن فقاص جبنا فقاص من المغرب ولي كنتقوتو به كنشوف حالاتي شو ماشي عيب عليك ولهذه هاد الرساله بغينا نبعثوها للسي احمد توفيق وسيدنا هما اللي راه كيبانوا لينا مسؤولين ولكن راه الناس اللي تاقوا فيهم وصيفطوهم راه ما داروا معنا حتى شي حاجه ولهذا حنا هادشي ماشي درناه باش نشوهوا بالدوله ديالنا بالعكس حنا
حنا كنفتخروا بالوطنيه ديالنا وكنفتخروا بسيدنا وكنفتخروا بوزاره الاوقاف ديالنا، ولكن للاسف داكشي اللي كنا كنسمعوا به ما كاين منه والو. خلصنا رزقنا ولكن ولينا تايهين، ثلاث ايام ما شفنا حتى شي حاجه والو. السلام عليكم. بالنسبه لنا حنا ثلاث ايام حنا دايرين مشينا لعرفات، من تما ما بقينا شفنا حتى شي واحد. النهار الليله الثانيه ما جابوا لنا حتى الفجر اللي خصنا نباتوا في مزدلفه، جينا حتى الفجر صلينا هزنا غير واحد المصري اللي قلت لنا غادي ندير فيكم خير باش يجيب لنا المخيم. دار بينا تعيه وفي الاخر حط الكار وسمح فينا ومشى بحاله هرب، لان ما بغيناش نهبطوا ليه حيت ما عارفين فين غنمشيو. حط الكار ومشى بحاله وخلانا حنا ومعنا ناس مسنين كبار تقريبا 6 سوايع وحنا كنقلبوا على المخيم. ملي قربنا من المخيم توتروا لينا دوك الناس المسنين والحراره قويه، وكنت موجين وكنلقاو عيالات مغاربه طايحين في الارض سخفانين، والسواعده هما اللي كيخبوا عليهم في الماء. ملي كيهضروا معنا كيسولونا يقولوا لنا فين الناس المسؤولين ديالكم، فين صحاب البعثه ديالكم، كنقول لهم احنا ما شناهاش. حتى الناس كل الدول دايرين دوك الناس البعثات ديالهم هازين الرايات ديالهم باش يشوفوهم الشعب ديالهم والحجاج ديالهم يتبعوهم. بالنسبه لنا احنا ما شنا لا رايه مغربيه ولا مبعوث ولا طبيب ولا مؤطر ولا حتى شي حاجه. اللهم هذا منكر، خسرنا فلوسنا، الناس اللي جايين مع الوكاله مبرعين متعين بخير وعلى خير، احنا ما لقيناش حاجاتهم حتى الطواليط ولا فين توضاو، كنتوضاو على برا وكل شيء كيشوف فينا، لدرجه كيجيو الشرطه السعوديه تقول لنا غتخلصوا المخالفه، احنا ما لقيناش فين ندخلوا. الا بغيتي الطواليط خصك تشد عليها ثلاثة السوايع، الناس من البعد كيجيو لها. اما بالنسبه للماكله لا حد ولا حرج. كيعطونا الماكلة الدجاج خانز والروز خانز، ومن شحال ما قدرناش نهضروا لأن كانوا عاطينا التزام ما نحتجوش وما نقولوش أي حاجة ضارانا، وبقى عندي صورة منه هذاك التزام بأن ما خصناش إلا ضرتك شي حاجة ما تهضرش وما تقولش وما ديرش فوضى. حنا ما كنديروش فوضى، بالعكس حنا كنبينوا السمعة ديال المغرب مزيانة، كنفتخروا بالوطن ديالنا، كنفتخروا